مساء الخير عليكو. هلو هلو everyone، عاملين ايه؟ قول هنبتدي بقراءة العامة لبرج الأسد لشهر يونيو. أخباره ايه؟ عاطفيا وأخباره ايه؟ صحيا وماديا والمود والنفسية والطاقة بتاعته أخبارها ايه؟ هنشوف دلوقتي حالا قراءة برج الأسد لشهر يوليو. هقول لكم أهم حاجتين بيمر بيهم الأسد خلال شهر يونيو. الأسد، الأسد عنده صدمة من حد معين أو من حدث معين بيحصل في حياته دلوقتي، كان باني آمال أو كان عنده طموحات لحاجة ووقعت صدمة، تمام؟ كارت الإيجابي عندنا هنا ده كارت زواج، علاقة جديدة، حب، ممكن طفل، دي الحاجة الإيجابية. نبتدي بقى ايه نفصص القراءة. أول حاجة الأسد مجتهد جدا في شغله، مشغول جدا، مشغول لشوشته، عنده شغل كتير وعنده أفكار كتير وبيحاول يطور نفسه ويشتغل على نفسه وشغال، يعني مجتهد مجتهد جدا جدا برج الأسد. واجتهادك ده برج الأسد كمان شوية صغيرين جدا هتحتفل بحاجة مهمة جدا وتخص عملك. الناس اللي اصحاب بيزنس يعني هم اصحاب الاعمال بتاعتهم ممكن بيكونوا بيجموا ارباح، ممكن يكونوا بيعملوا ديل كويس جدا هيأثر على حياتهم المهنيه في المستقبل. لو هو موظف نفس الحكايه برده بيحتفل بحاجه، ممكن يكون حد بيقول له مثلا برافو انت عملت حاجه كويسه، ترقب او توقع ان هيحصل عندك تطور في المكان بتاعك، فشايف العمل ماشي بصوره كويسه جدا جدا عند الاسد. زي ما قلنا هنا في حاله صدمه بيمر بيها الاسد، زي ما اتعودنا في اللايف الناس الجديده هشرح لها برده الطاقه دي ممكن تكون مرت على الاسد الفتره اللي فاتت، ممكن تكون بيمر بيها حاليا او متوقع تحصل في الفتره اللي جايه. عدت الحمد لله، خدت شهر وراحت، لسه متعدي بيها. حاول تستفيد من النصائح اللي بيقولها الكارت ليك، لو لسه جايه استعد كويس. فحاله الصدمه اللي بيمر بيها الاسد دلوقتي هو انهيار لحاجه ما كانتش مبنيه على اساس قوي، تمام؟ فلما تبقى حاجه مش مبنيه صح بتبقى عرضه انها تقع في اي وقت وبشكل دايما بيكون مفاجئ، اوكي؟ فما تتوترش، السقوط ده كان ضروري يحصل. ثانك يو طلال. كان ضروري يحصل ليه بقى؟ عشان تبتدي تعرف صح الغلط، عشان تبتدي تعرف انت غلطتك كانت فين فما تعيدهاش مره ثانيه. طبعا تاثير السقوط او الصدمه اللي بيمر بيها الاسد دي طبعا بيبقى حزين، زعلان. يمكن بنسبه كبيره الزعل ده او السقوط ده بيكون في حاله عاطفيه عند الاسد، مش في حالته العمليه، في حالته العاطفيه. ممكن يكون اهله، ممكن يكون حد من صحابه، ممكن يكون شريكه او حبيبه. فما تزعلش يا برج الاسد، ده حد بيعيط على اللبن المسموم. دايما we always say this, do not cry over spilled milk. لا تبكي على اللبن المسموم. خلاص لو وقع انتهى الموضوع، اخدت منه النتيجه اللي انت عايزها، عرفت حبيبك من اللي مش حبيبك، اللي هيساعدك فعلا من اللي هيتخلى عنك. فما تزعلش، دي فتره هتعدي. وفعلا زي ما انا لسه قايله دلوقتي حالا، في ثواني الاسد بيدي ظهره وبيكمل مكمل. صحيح مكمل ومعاه هموم شويه، لكن مكمل وبيعدي المنطقه اكتر امان واكتر استقرار. والرساله اللي جايه لي يا برج الاسد ان ممكن تكون انت كنت محتاج مساعده من حد معين والحد ده خلي بيك، او كنت متوقع مساعدته وما حصلش. فالاسد بيقول ايه؟ انا اعرف اعملها لوحدي. هتعتمد على نفسك وبتعدي فعلا لبر الامان اللي انت عايزه. ولما بتعمل ده لوحدك بشكل فردي بالشكل ده، قوه بقى، كوين اوف سوردز، بمعنى مسيطر على الموقف، بتدير الحاجه بدماغك انت. يمكن الشخص ده لو كان ساعدك كان هيعمل الطريق الحاجه بدماغه هو مش زي ما انت عايز. فانت دلوقتي انت اللي بتعملها بنفسك، فبتعملها زي ما انت عايز، فانت مسيطر على الموقف كويس قوي قوي قوي، ما شاء الله. فعلا انا فعلا بحط الكارت ده يعني بوصله بكلام ربنا انه عسى ان تكرهه شيئا وهو خير لك. انت خايف وزعلان قوي من اللي حصل ده، بس ده خير. كويس؟ الاسد يمكن يكون كان عنده نقط ضعف في حته معينه، ما عندوش
معلومات كافية، نوليدج كافية، فبيبتدي يعلم نفسه ويطور نفسه ويذاكر حاجة. برضو نرجع لهذا الاجتهاد، هوصل هتعلمها، هعرف اعملها لوحدي، انا مش محتاج لحد في حاجة. بيرفكت بيرفكت. بالنسبة للأم، اللي هم الأمهات أوريدي شايف عندهم عطاء كتير جدا لولادهم، مهتمين بولادهم جدا جدا، الكارت ده كمان بيوحي ممكن يكون موجود جديد بيجي للأسف أو إتمام زواج، الكارت ده كمان بيوحي الزواج بخصوصه، فحاجة بسم الله ما شاء الله حلوة جدا. في حاجة كمان دايما لما بشوفه بحب برضه أرجعه للأم، برج الأسد اهتموا بأمهاتكم الفترة دي، اهتمامكم بيهم هيساعدكم انتوا، مش بس هيساعد امهاتكم، هيساعدكم انتوا اكتر. اهتموا بامهاتكم جدا، اللي لسه امهاتهم موجودين ربنا يبارك في عمرهم، اهتموا بيهم، رعوهم، زوروهم، فرحوهم، اعملوهم حاجات حلوه، انتوا اللي هتتبسطوا اكتر منهم. في هنا كمان كارت للناس اللي مقدمين على اسفار سفر، شايف كمان الكارت ده بيوحي بسفر، وسفر ده سفر عمل، مش اجازه يعني، شايف ان هو سفر عمل للناس المتوقعه ده. لو مش شايفه، لو مش هو سفر، فكرت تريو ده، تريو اوف سوردز بيوحي لي برضو ممكن بشويه مشاقه، السفر دايما بيكون فيه مشاقه، لو هو اتمام زواج بيبقى فيه شويه مشقات في الطريق، وده شيء طبيعي ومتوقع، ما تقلقوش كملوا ان شاء الله هتوصلوا اللي انتوا عايزينه. لو ده بيبي جديد برضو فيه مشقه، ودي حاجه برضو متوقعه جدا، دايما كل حاجه بتيجي معاها الضريبه بتاعتها، فدي حاجه حلوه جدا بتحصل عند برج الاسد، زي ما قلنا مولود جديد، زواج، اهتمام بام، بيبقى معاه مشقه، بس مشقه حلوه، مش حاجه تخوف خالص. تعالوا نشوف ماديا الاسد اخباره الشهر ده. انا شايفه انه ما فيش يعني تطور قوي، بس انا شايفاه في الطريق ان هو يوصل لنتائج كويسه جدا بالنسبه للمال، لكن لسه ما ظهرتش دلوقتي، لسه ما ظهرتش. للاسف اموره الماليه زي ما هي، مش فيها اي تغيير الحمد لله، زياده ولا نقصان، لكن هو بيجتهد جدا ان هو يحسن من حالته الماديه. قرايه ممتازه ممتازه حلوه جدا لبرج الاسد دي، القرايه العامه. هنقول دلوقتي القراءه العاطفيه، الطاقه عامله ايه؟ الاسد حاسس بايه؟ شريك وحاسس بايه؟ نفسهم في ايه؟ شايفين بعض ازاي؟ وايه المتوقع يحصل خلال الشهر او الشهرين اللي جايين علينا دول، عشان برضو محدش محدش يضحك عليه ويقول ان التارو بيقرا المستقبل، مش حد بيعرف المستقبل، احنا بنشوف انعكاس طاقات بتحصل بالوقت حالا، وبناء عليها بيبقى في توقعات اللي هيحصل كمان شويه صغيرين جدا، مستقبل محدش يعرفه. اوكي يلا بينا. الاسد حالته عامله ازاي؟ عاطفيا الاسد زعلان جدا جدا، حاسس بوحده وحاسس متغدر بيه وخايف، حالته وحشه جدا جدا، شايفه كمان هو بيميل للعزله، مش حابب يتكلم مع حد ولا مع شريكه ولا مع غيره على فكره، فعلا زعلان جدا ومحبط جدا، وكل افكاره سلبيه بالنسبه للعلاقه. طيب الشريك الناحيه الثانيه شايف ان هو عنده ايه؟ الشريك حالته طبعا احسن، لكن شايف ان هو كانه في حاله حب امتلاك او حاله تملك، الاسد ده او الشخص ده انا املكه بتاعي، وتشيز ما اعرفش الفكره دي بتيجي للناس ازاي، ان الشخص ده خلاص بتاعي اعمل فيه اللي انا عايزه، لا مفيش حاجه اسمها كده، فشايفه حاله استحواذ انه ايا كان اللي هعمله هيفضل معايا خلاص هو بتاعي. لشركاء الاسد رساله، شركاء الاسد ما ترهنوش قوي على الحته دي، لان العلاقه ما بتمشيش بالشكل ده خالص، مش معنى الشخص ده معاك ان انت من حقك تعمل فيه اللي انت عايزه او تهمله باي شكل من الاشكال، وما يبقاش هو اللي رد فعل من الناحيه الثانيه، والاسد دلوقتي حالته مش كويسه، ودي رساله لشركاء الاسد. اوكي الاسد نفسه في ايه؟ Palace of Coins. ممكن تكون هنا ده طبعا الكوينت بتوحي بالدراهم او بالماده، ممكن يكون الحاله الماديه بيمر بيها الاسد مش كويسه، او مش شرط انه العطاء هو عطاء، نقصه عطاء، نفسه في عطاء، العطاء مش دايما فلوس او هدايا، العطاء ممكن يكون حب او اهتمام. تمام فالاسد نفسه
في حالة من العطاء، عايز عطاء من شريكه شوية، وشكل الشريك ما يديش خالص. بص الشريك عايز ايه؟ عايز يستحوذ اكتر، عايز ياخد ما يديش. اوكي طيب، خلينا نعذر برضو الشريك الناحية التانية. في اوقات كتير بتعدي علينا بيبقى الشخص مش قادر يدي، مش قادر، ممكن يكون بيمر بظروف مش كويسه، طاقته مش مظبوطه، مش قادر يدي. انا شايفه ان شريك الاسد، لا انت تقدر على فكره، انت مش واصل، مش شايفك محبط او تعبان او عليك هموم او اي حاجه من الحاجات اللي ممكن فعلا تعيق عطائك واهتمامك بالشريك. حاول تدي اكتر، حاول تركز مع اكتر. حب الامتلاك ده اللي هو اخد ما تديش ده مش هينفع، ولو نفع فتره مش هينفع طول العمر، لازم تدي. هي العلاقه كده، باخد وبدي. الاسد شايف شريكه ازاي؟ شايفه قوي جدا، كوين اوف وانز. هو شخص قوي، لكن هو محتار ما بين قرارين، ما بين حاجتين. زي ما انتم شايفين دي ملكه، يعني حاجه في منتهى الحكمه، منتهى القوه والسيطره وكل حاجه، لكنها مزنوقه ما بين حاجتين. ممكن يكون الحاجتين دول اما قرارين اوكي او شخصين، اللي يعني حاجتين قافلين عليه، مش عارف يحسم موقفه. تمام، بس هو عارف قوته كويس قوي، عارف قد ايه انت قوي، فهو بيراهن عليك. الاسد بيراهن على شريك، بلاش تحبطه. بالنسبه لشريك الاسد، شايف الاسد ازاي؟ هو حاسس بوجع كويس جدا، which is حاجه فعلا تحير. طب انت شايف شريكك ازاي زعلان وازاي محبط؟ شفتوا الكارت ده تظاهر في القرايه العامه، انه بيعيط على اللبن المسكوب. الصدمه فعلا حصلت في العلاقه العاطفيه، شايفه قد ايه زعلان. طب ما تعمل حاجه، اعمل حاجه، حاول ان شاء الله حتى تطبطب عليه، قول له انا حاسس بيك. دي على فكره هتساعد كتير جدا، دي هتحسس شريكك ان انت معاه، مش وقت تتفرج. اوكي، ده بالظبط الحاجه اللي وصلت لي، رساله وصلت، انه شريك الاسد واقف بيتفرج. اوكي طيب، ايه اللي بيحصل الشهر ده؟ علاقه الاسد بشريكه داخله فيه، يعني في اختلاف، في تغير جامد جدا. ده عمليه تحول، داخلين في مرحله جديده خالص فيها خوف. تمام، خايفين وايه اللي هيحصل؟ داخلين حاجه جديده، عارف لما حد يكون داخل حاجه جديده هو مش فاهم، مش عارف يتعامل معاها ازاي، هو قلقان وخايف. ف برضه الكارت ده بيقول لك دي وقت خلاص، نهايه مرحله وبدايه مرحله جديده، فمن الطبيعي ان انت تكون خايف. اي تغيير في الدنيا بيخوف، فما تقلقوش، الامور هتمشي كويس جدا جدا جدا. لان انا شايفه الشهر الجاي باذن الله عندكم طاقه النجم، ذا ستار، بتوحي بيه. اولا طاقه ايجابيه حلوه جدا، طاقه عاليه جدا. حاله الاحباط اللي انتوا فيها الفتره دي هي الطاقه بتاعتكم دلوقتي، فاقدين الامل، مفيش فايده، مهما عملت ما الموضوع ما بيتغيرش، في حاله بؤس كده. دي طاقات يا جماعه بتتغير، مش هتبقى على حالها، النهارده في حال، بكره في حال تاني، بعده في حال تالت. فدلوقتي لو انتوا طاقتكم عامله دلوقتي بالشكل ده، لو سمحتوا ما ناخدش قرارات ونقول خلاص العلاقه دي مش نافعه، استنى الطاقه هتتغير. اهو شايفه بدايه نهايه شهر 7، بدايه شهر 8 الطاقه هتتبدل، وهيبتدي يبقى فيه عطاء، وهيبقى فيه نور، وهيبقى فيه تناغم حلو جدا جدا جدا. القراءه مش حلوه لبرج الاسد عاطفيا، لكن هانج ان ذير. ونصيحتي لشريك الاسد، حاول تدي شويه. اوكي طيب، السؤال المعهود، هل في رجوع ولا لا من الناس اللي انفصلوا بالفعل؟ طيب بصوا يا حبايب، مش عايزاكم تزعلوا من الاجابه، بس لو حصل رجوع الوقت ده مش هيكون رجوع كويس. شايفين في الم، في الم، في يعني عارفين لما يكون واحد راجع وهو مش مبسوط، هو ده بالظبط انا شايفاه. حتى لو حصل رجوع الاسد مش هيكون مبسوط بيه. فرايي بلاه دلوقتي، استنوا شويه لحد لما الامور تتحسن ويبقى الطاقه احسن. بشكل عام في رجوع ولا لا؟ باذن الله في، بس انا ما انصحش بالرجوع دلوقتي. نصيحه الملائكه لبرج الاسد، انجل ثيرابي، محتاجين شويه علاجات. اوكي
Give your cares and worries to the angels and allow us to take your burdens. طبعا الكروت هنا بتقول الملائكه، بس احنا طبعا بنرمي حمولنا على ربنا. ارمي حمولك عليه، الرساله، صلوا، اللي مش ملتزم في صلاته او بيقطع شويه حاولوا تلتزموا شويه، اشكر ربنا هو اللي بيسمع ما بينامش 24 ساعه بيسمع. مجرد كلمة